بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في ورشة جديدة من ورش جي اف اكس اكاديمي دوت نت. معاكم أستاذ وليد المعداوي، وإن شاء الله موضوع ورشتنا النهاردة إزاي أعمل سكيننج وريج بالكات سيستم. خلينا نشوف المثال اللي معايا. أنا معايا دراع، أنا مش هعمل سكيننج لشخصية كاملة، بس هعمل نموذج. معايا دراع أوبيجي، أحسن حاجة بيبقى أوبيجي دايما لو انت عايز تستورد من بره. الدراع ده هو ده اللي انا هعمل عليه موضوع ورشتنا ان شاء الله. لو انا شايف ان الدراع بتاعي البيفوت بتاعه تحت، تمام، فانا عايز البيفوت بتاعه في النص. باجي عندي الهيراركي واجي اروح جاي اعمل كده افكت بيفوت اونلي، بقول سنتر تو اوبجكت، يبقى انا ظبطت كده. هاجي بقى وهبص هلاقي الدراع طالع فوق خالص عن الزيرو بوينت. طبعا انت المفروض لما تيجي تعمل شخصية معروفة ان لازم تكون في السنتر بالظبط، تمام. فانا هنزلها تحت، هنزل الدراع تحت خالص، واجي مثلا كده وهبص هلاقيه مهول كبير جدا. طب انا هعمل ايه؟ واحد هيقول لي طب يا عم اعمل له سكيل، اعمل له سكيل كده وروح اعمل له كده هو وخلاص وتعمل له ريج. يقول لك لا، اكبر غلطه تعملها. غلطه ليه؟ لان ده هيعمل لك مشاكل جامده جدا في الريجنج. يبقى في حل مثالي للموضوع ده، هتروح على الموديفاير هنا، هنعمل له كونفرت تو اديتابل بولي. هنروح على الموديفايرز ونقول له حط لي عليه اكس فورم. اكس فورم ده من خلاله هنبدا نمسك جزمه ونعمل سكيل لغاية لما نوصل بالدراع للحجم اللي احنا عايزينه. غير كده ما ينفعش، غير كده ما ينفعش. اوكي، عشان تعمل حاجة مظبوطة هنشوف كده تقريبا متناسبة النسب. طيب خلينا نقيس برضو ونختبر الايد دي حجمها قد ايه. انا كل ده مشاكل بس بشوفها معاك عشان عشان لو قابلتك مشاكل تعرف تحلها ازاي. اوكي، خلينا هنا هنعمل كولابس اول، كلها بقت اوبجكت واحد بالشكل ده. البيفوت راحت هناك تاني، جيبها في النص. هنيجي على التوب ونيجي نعمل بوكس، والبوكس ده هيبقى كده مثلا. اوكي، تعال نشوف العرض ده كام. شايف اهو ده العرض ده 174 سنتي، كبير كبير جدا. طبعا اللي انا بعمله ده على الشخصية كلها بقى، يعني انت هتظبط الشخصية فوق يعني طول وعرض هتظبط معاك كل حاجة، بس انا ماسك الدراع ده وبعمل فيه اللي هيتعمل مع الشخصية. نفس الحكاية، الجزمة نعمل كده، هصغره شوية بقى بنسبة تقريبية كده مثلا، بس ده اللي انا عايزه. وهنيجي بقى على الاثنين وقول له كولابس فول، وكده انا ظبطت الدراع بتاعي بالنسبه اللي انا عايزها. طيب ازاي اعمل بقى الكات سيستم؟ هاجي عند قائمه الهيلبرز، باجي افتح دي هلاقي الكات اوبجكت، هلاقي الكات بيرنت، هاتها واضغط هنا بالشكل ده. كويس، بعد ما ضغطت هنا تطلع من السيليكشن مود وتبتدي تعملها في النص بالظبط، في الاكس والواي والزد، تمام كده. المفروض ان انت الشخصيه بتاعتك قائمه بذاتها هنا في الحته دي، وده الدراع اللي انت عايز توصل له عشان تعمل عليه الريج. هنيجي هنا نمسك دي ونيجي عند الموديفاي ونيجي نعمل كرييت بيفل او بيلفس.
البلفس ده هو ده عظمة الوسط، دي عظمة الوسط وليكن كده خلاص. هنطلع منها رجل ورجل، وهنطلع منها سباين، طلع منه دراع سباين كده. امسك الحتة دي، المفروض ان ده الشولدر بتاعي اللي يطلع منه الدراعات. اوكي، فنقول اد ارم، اد ارم مرتين، واد اس بلاين او اسف سباين، ودي الراس، دي المفروض ان الراس بمنظر تخيلي كده. اوكي، دي هتبقى بدل ما هي 5 يبقى 2 مثلا. ده الهيكل العظمي بتاعي بكل بساطة. يعني هنيجي بقى على الدراع. اوكي، المفروض ان الدراع بتاعي هيبقى كده عندش على الشخصية، هيبقى هنا في الحتة دي كده. اوكي، هاجي هنا على Alt و X عشان اخليه سي ثروت، اخليه شفاف بالشكل ده، واجي راح جاي قايل له خليه دي فريز. باجي هنا اعمل روتيت، ابدا بقى اظبط الدراع بتاعي. اوكي، يلا نظبط بقى كده. طبعا ضروري جدا ان انت تكون عارف تشريح كويس. لو انت ريجر او مودلر، هنا في العالم العربي للاسف مفيش يعني ريجر ومودلر وكده، فالمودلر هو اللي بياخد الريج، فضروري جدا تكون دارس تشريح، ضروري جدا جدا تكون دارس تشريح عشان تقدر تعمل الريج بتاعك كويس بنسب كويسة. هنا من فوق نيجي من هنا نعمل كده، ودي هندخلها كده شوية. سكيل هنصغر شوية. وخلينا دي مثلا افرض الدراع ينزل تحت كله، هنا الحتة دي هتطلع فوق. خلينا نصغر دي شوية برضو كمان عشان تبقى واضحة. الايد خلينا نصغرها كويس. وانا عملت الايد، هاجي هنا على كف الايد واقول له اديني 5 ديجيتس، 5 صوابع. لو انت لقيتها كده، يبقى في حاجة مش مظبوطة، يبقى تروح راجع تاني. احنا قلنا ايه، 5 ولا 6؟ 5. راح راجع تاني كنترول زد، وتروح جاي واخد دي عاملها، دوس على حرف الاي سناب انجل، دي كانت معكوسة. لو يعني حصلت معاك هنا 5، عمل لي الصواعق بالشكل ده. كل اللي انا هعمله اني هبدأ اظبط البوزيشن بتاع الصوابع داخل المش بتاعي. يبقى هاخد المش، هاخد العظم، وابدأ اظبط بقى حسب التشريح. حسب التشريح ازاي؟ يعني دلوقتي الايد ده او الصبع ده المفروض يتني. لو انت جبت صبع صغير كده وبصيت عليه وجيت تنيته، هتفوت هيتني من هنا، من فوق من هنا، فانت تبقى واخد بالك من النسب دي. دبل كليك، خد بالك انت اشتغل على اللوكال. هنقفل السناب، هنيجي هنا ونقول مثلا العقلة دي هتتني هنا، العقلة دي هتتني فين؟
هتديني مثلا اللوكال، هتديني هنا كده اوكي، ودي خلينا على قد الصبع بالظبط، ما تطلعش بره كتير يعني، مش لازم. في ناس دايما تحب انها تطلع بره قوي الصابع، لا لا، ما فيش مشكلة يعني، حاول قد ما تقدر، هو يبقى على قده يعني، ما تطلعش بره قوي. اوكي هناخد دي نطلعها فوق شوية بروتيشن على اللوكال بالطريقة دي عشان تبقى في النص. طب كليك، يبقى انا عملت الصابع الصغير. حلو، هاجي بقى على الصابع الصغير واجي هنا على قائمة، امسك عقلة واحدة كده كلمة موديفاي واقول له كوبي، واجي امسك الصابع اللي جنبه واقول له بيست. لو دي يبقى بيست اوبزيت او بيست ميرور اللي هو الايد التانية، لا انا عايز دي دلوقتي اهو، نفس الطول والعرض وكل حاجة بيديهولك انت، بس بتظبط البوزيشن وتظبط حاجات بسيطة تلاقيه ظبط معاك. هو دايما حتة الايد دي رخمة يعني، دايما الناس اللي بتعمل رجل دايما الايدين والرجلين الايد بالذات ما بتطلعش مظبوطة منهم، فانا حبيت اعمل بس الدرس ده عشان انا عارف ان الحتة دي ناس كتير ما بتتظبطش معاها يعني. دايما لما تيجي تلاقي الكاركتر بيفرد ايده او بيتني ايده او بيتني صوابعه، تبص تلاقي فيه ديفورميشن جامد، وناس تقول لك طب انا عامل رجلي كويس. لا انت مش عامل رجلي كويس، انت مش ظابط كل حاجه في مكانها كويس. طب زد دبل كليك، هنيجي ده في النص، كليكة واحدة امسك العقلة وطلع الصابع ده هناك عشان يتني من هنا اوكي، ده المفصلة بتاعته، وده برضو دبل كليك سكيل دبل كليك، هات ده كده كليكة واحدة على العقلة دي امسكها، وعشان تعمل روتيت دبل كليك موف موف روتيت سكيل موف روتيت سكيل لغاية لما بتلاقي الدنيا ظبط معاك كويس. هنا موف خليها في النص، ممكن تلاقي نفسك عايز تعمل روتيت بسيط حسب الموديل بقى اللي معاك يعني. بي تقيلة برسبكتيف زد، لما اشوف، بص لما انا جيت كده صغرت العظم شوية، لا عايز تعديل شوية اوكي، يبقى دي طب عايز تعديل من هنا روتيت فوق سنة صغيرة، ودي تنزل تحت سنة صغيرة ودي فوق سنة صغيرة كده سكيل، بس مش عايز اكتر من كده. ممكن بقى يعني سنية كده اوكي، هنمسك اول عقلة ونعمل كوبي، وهنا بيست اوكي، ولا بلاش بيست خالص، بلاش كوبي بيست دي، انا عايز زي ما هو كده دبل كليك، اظبط البوزيشن برضو، حاول دايما تعمل العظمة في نص الصبع بالظبط في الاكس والواي والزد.
هنعمل سكيل نكبر شوية. هنيجي على ال W، حرف ال W، عشان نعمل شوية التانية من هنا وهيتيني برضو من هنا ومن هنا. اوكي، نيجي هنا نعمل كده. دبل كليك، اوكي، هنا كوبي، هنا بيست، نمسك اول عقلة، نعمل روتيشن، نمسك ال W، موف، دبل كليك. هو مختلف شوية عن نظام البايبد، يعني الناس اللي بتشتغل بايبد دي مختلفة شوية في حتة السلكشن، يعني في كل حاجة. تمام، هاخد العقلة دي وهتتني من هنا المنطقة دي، والعقلة دي هتتني من هنا، العقلة دي هتتني من هنا. تمام، سكيل سكيل على عظمة واحدة بيأثر على بقية العظمة بتاع الصابع كله. دي فوق، تمام. يبقى همسك آخر واحدة و دبل كليك على اللوكال، وامسك الواي وانزل تحت كده، وامسك الزد وابتدي اظبط البوزيشن كويس في النص بالظبط. همسك العقل دي، اوكي، اشوف برضو التانية بتاعت الصابع هتبقى كده، هتبقى فوق شوية بالظبط كده. نمسك دي بالموف، دي بالموف، مسكت واحدة تاني كده، سكيل. كويس، دي عملت لها سكيل زيادة شوية، لأني المفروض ان دي هتطلع قدام شوية، لأن التانية هتبقى من هنا بالظبط. اوكي، روتيت فوق، كده انا ظبطت الايد بتاعتي، ظبطت الصوابع تمام وكله 100%. امسك ده، المفروض ان هو هيبقى عريض شوية بالطريقة دي. اوكي، المفروض ان انا هخفي كل ده، مش عايزه. اوكي، هعمله لير جديدة، هقول له دي اسميها كات بونز، تمام، وهاجي اعمل لها اخفاء. اوكي، ودي كمان احد على دي واعمل زائد، هو ما عادش عندي الا دول. تمام، هاجي بقى على دبل كليك هنا واعمل لير جديده واقول له ارم كات بونز. دايما دايما اعمل شغلك في ليرات زي اي برنامج جرافيك في الدنيا كلها.
اوكي هنعمل انفريز اول، نمسك ده ونعمل له لير جديده، نقول ده ارم مش، عشان ابقى عامل كنترول كويس على الحاجه بتاعتي. خلاص يبقى انا عندي الهيكل العظمي، عندي المش بتاعي، وعندي الهيكل العظمي، عندي المش. اوكي هنعمل بقى ايه؟ هناخد دلوقتي الدراع ده وننزل عليه سكين موديفاير اس كي، وانزل واحدة تحت عندك العظم اللي باين عندك، بس اللي انت عامل له اخفاء مش هيبان، العظم ده بس هو اللي هيبان. فهنعمل اد بونز وهنختار كل ده ونقول له اوكي. تمام المفروض كده هنبدأ نحرك بقى في الدراع، ونشوف الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي نعمل سكينج. السلام عليكم.